فوز مهم جدا كان للزمالك امبارح آه على غزل المحله باربع اهداف دون مقابل يخلوا جمهور الزمالك يهدى شويه من الناحيه آه من ناحيه الطمانينه على الفريق انما في ملفات مهمه مفتوحه لها علاقه بالتعاقدات فخليني اقول لحضرتك الخريطه الخريطه عامله ازاي فيما يتعلق بتجديد عدد من عقود اللاعبين. طيب الزمالك فيه عد معايا كده اللعيبه اللي هقول لحضرتك على اسمائهم دول هتنتهي عقودهم مع نهاية الموسم واحد محمد أبو جبل اثنين حازم إمام ثلاثة إسلام جابر أربعة نجم خمسة سيسي ستة عمر السعيد سبعة مصطفى فتحي ثمانية طارق حامد تسعة بن شرقي ماشي كده التسعة اللي أنا ذكرت أسمائهم دول وعلى فكرة في كام لعيب كمان يعني في كام لعيب كمان فوق التسعة كمان الشغل هيبقى عامل ازاي؟ أولاً هيبقى في تقييم من ناحية الحالة الفنية أو الاحتياج الفني ففي لعيبة وافتكر كلامي إن دي مش حاجة لهم ليه؟ لأنه لا يوجد احتياج فني ليهم ماشي كده الكلام؟ خليك فاكر الكلام ده ماشي في بعض اللعيبة اللي عقدهم بتنتهي آه وجايلهم عروض آه هيتقال له أقعد معانا وهنزود مدة التعاقد واطلع عاره فكل الامور وكل السيناريوهات مفتوحه اذا قال لا انا ماشي هيقول له العرض بتاعك اترفض وانت قاعد معانا لحد اخر الموسم مش هتمشي بقى دلوقتي عايز تمشي نزود نمدد العقد واخرج عار. مش عايز يبقى انت قاعد معانا لحد الموسم وفي لعيبة تانية في حرص شديد جدا جدا على ضرورة التعاقد أو تجديد التعاقد معه أنا ما قلتش أسماء بس أنتوا أكيد فهمتوا